للتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد الخبير العسكري والأمني اللواء ركن ماجد القيسي. سيادة اللواء، بداية مرحبا بك. في تقرير لوكالة رويترز يقول إن إيران قدمت صواريخ باليستية لميليشيات شيعية في العراق، ما مدى إمكانية ذلك فعلا على الأرض؟ إلى أي مدى ترى أن قدرات الميليشيا وصلت إلى حد استخدام صواريخ باليستية؟ السلام عليكم والتحية لكم ولمشاهدي قناة الفلسطين. الحقيقة هذا الموضوع هو كان هناك تقارير مسربة قبل عام ونصف، كانت هناك معلومات تشير إلى أن إيران قامت بتزويد بعض القصائر الموالية لها داخل العراق بصواريخ، ولكن لم تذكر تلك المصادر أنواع الصواريخ ومدياتها والأهداف من وراء تزويد هذه الفصائل في هذه الصواريخ، علما أن الجيش العراقي لا يمتلك أي صواريخ إيرانية أو فلسطينية، ولهذا كانت هناك تسريبات في هذا الموضوع، وانشغلت القوات الأمنية والعراقية والمؤسسات في المعارك التي جرت في الموصل، وكانت هذه التقارير قد ظهرت في وقت سابق، واليوم أكدتها رويترز بأن هناك 20 صاروخ قد تم تزويد بعض فصائل الحشد الشعبي الموالية إلى إيران أو التي تتبع إيران، وهذه الصواريخ قد تم تزويدها لهذه الفصائل بناء على توجيهات إيرانية ووفقا للمعطيات التفكير الاستراتيجي العسكري الإيراني الموالي للولايات المتحدة الأمريكية وخصومها في المنطقة. وهذه الصواريخ هي عبارة عن فاتح 110 وبلدال، وذو الفقار مليات هذه من 252 كيلومتر إلى 700 كيلومتر، أي أنها ممكن أن تغطي تل أبيب أو إسرائيل إلى دول الخليج العربي بصاروخ ذو الفقار، إضافة إلى صاروخ بلدال وفاتح الذي من 200 إلى 250 مليات ممكن أن يغطي القواعد الأمريكية المتواجدة شرق سوريا وفي العراق. ولكن السؤال، كيف يمكن استخدام هذه الصواريخ في ظل وجود تفوق جوي أمريكي فوق العراق وفي المنطقة الشرقية لسوريا؟ هذا صعوبة جدا، وإنما هي رسالة إيرانية إلى الولايات المتحدة عندما تصعد في الولايات المتحدة الأمريكية ضد إيران. إيران تقوم بهذه العمليات وتعلن عن انها لديها ازرق ولديها شبكه وكلاء في سوريا وفي العراق، ممكن تحريكها في اي وقت لتوشيع رقعه الحرب او توشيع مسرح العمليات عند المواجه. حقيقه هي رسائل اكثر مما هي يعني ذات اهداف عسكريه، علما ان هذه الصواريخ العشرين يمكن التصدي لها من منظومة أو القبة الحديدية الإسرائيلية ومنظومة الباتريوت والسادة التواجدة في دول الخليج العربي، لا تهديد كبير على هذه الأحداث. طيب سيادة اللواء ركن، يعني كيف ترى موقف العبادي الذي صرح أكثر من مرة أن سلاح الميليشيا سيسحب وأن الدولة هي الوحيدة التي تمتلك السلاح؟ يعني إلى أي مدى يمكن وضع صفقة الصواريخ الأخيرة هذه للميليشيات في إطار وجود سيادة فوق سيادة حكومة عبادي؟ الحقيقة هذا هو التحدي لأي حكومة مقبلة، سواء كانت رئاسة العبادي أو غيره. التحدي الأول هو حفظ السلاح في يد الدولة. نعرف أن السلاح، هناك اختلاف في هذا الموضوع في الساحة العراقية، هناك فصائل لديها أسلحة، وهناك ايضا فصائل غير منضويه ومجموعات لديها سلاح في العراق ومنتشر، والتحديد الاتفاقيه بسحب السلاح من اي حكومه سيكون التحدي الكبير بالنسبه لهذا الموضوع. ونرى دائما من حين الى اخر الحوادث التي تحدث في العراق جراء التجارات وإبداد العتاد والأسلحة في بغداد وفي كربلاء وفي أماكن أخرى، ولكن كيف وما هي الخطة، ما هي الاستراتيجية التي يتم وضعها من قبل الحكومة المقبلة لسحب هذا السلاح، وما هي التحديات، ما هي المعوقات التي ستواجهها الحكومة؟
أعتقد هي كبيرة وكثيرة في ظل هذا الانتشار الواسع للسلاح. إذا من الصعوبة جدا اليوم أن نتكلم عن استطاعة الحكومة بالقيام تحت الأسلحة من الشارع وحصرها بيد الدولة في ظل تواجد قوات موازية لقوات الجيش الحرام. من بغداد الخبير العسكري والأمني اللواء ركن ماجد القيسي، شكرا لك.